بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 185. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب جامع الأيمان: فصل. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله، بعدما ذكر ما يرجع في الأيمان إليه من نية الحال إذا احتملها اللفظ، أو التعيين إن عدم ذلك أو نحوها. قال: فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر أن اليمين يرجع فيها أولا إلى نية الحالف، نعم، إذا احتملها اللفظ، فإن لم تعرف النية يرجع إلى السبب الذي هيج اليمين، لأنه يدل على النية. فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. فإن عدمت هذه الأشياء الثلاثة فإنه يرجع إلى أمر رابع، وهو ما يتناوله الاسم الذي حلف عليه. والاسم عند الأصوليين على ثلاثة أقسام: حقيقي، لغوي وشرعي وعرفي. فالاسم اللغوي أو الحقيقي ما له وضع في اللغة، مثل الدعاء، فإن الدعاء في فمثل الصلاة، فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء. والحقيقة الشرعية مثل الصلاة أيضا، فإن الصلاة في الشرع غير الصلاة في اللغة. الصلاة في الشرع هي العبادة المبدوءة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هي كما يقول الفقهاء هي أعمال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه هي حقيقة الصلاة الشرعية. العرفية هي ما تعارفه الناس بينهم، مثل الدابة، فإنها في اللغة اسم لما دب على وجه الأرض، وفي عرف الناس أنها اسم لذوات الأربع. هذا هو تفصيل الحقائق الثلاث: اللغوية والشرعية العرفية. فإذا حلف الحالف على شيء ولم يكن له نية معروفة، ولم يكن هناك سبب، ولم يكن هناك ما يتناوله الاسم، فيرجع إلى هذه الحقائق. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. نعم، مثل الصلاة. فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. نعم، اللغوي أو الشرعي ما له موضوع في اللغة وموضوع في الشرع، مثل الصلاة. في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع هي أعمال مخصوصة، العبادة المعروفة. نعم.
قال فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. فإذا حلف لا يصلي فماذا نحمله على الدعاء أو نحمله على الصلاة؟ نعم. نحمله على الصلاة لأنها هي الحقيقة الشرعية. نعم. قال فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. نعم، هذا يرجع إلى قوله الشرعي الصحيح، يخرج الفاسد. فإذا حلف لا يبيع أو لا يتزوج فعقد عقدا فاسدا في البيع مختلا شرطه، أو عقد عقدا فاسدا في الزواج يعني اختل الشرط، فإن وتزوج إذا حلف لا يبيع مثلا، إذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا، فإنه لا يحنث بذلك، لأن اليمين تحلف لأن اليمين تحمل على العقد الصحيح، والعقد هنا غير صحيح، فلا يحنث إذا عقد عقدا فاسدا. نعم. أعد. قال فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. لم يحنث. نعم، لم يحنث إذا عقد عقدا فاسدا وهو قد حلف لا يبيع أو حلف لا يتزوج، فباع بيعا فاسدا أو تزوج زواجا فاسدا، فإنه لا يحنث بذلك ولا تجب عليه كفارة، لأن هذه العقود الفاسدة ليست عقودا شرعية، واليمين إنما تنصرف إلى العقود الشرعية الصحيحة. نعم. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير حنث بصورة العقد. إذا حلف لا يبيع الخمر ولا يبيع الخنزير مما لا يحل بيعه ولا ثمنه، لأن الله حرم الخمر والخنزير، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. فإذا خالف وباع خمرا أو خالف وباع خنزيرا فإنه يحنث بصورة العقد، بصورة العقد لا بحقيقة البيع، لأن البيع غير صحيح. نعم. صلى الله عليكم. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. هذا هو الموضوع اللغوي، الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية هي التي لم يغلب مجازها على حقيقتها، مثل اللحم. فاللحم في اللغة يطلق على كل ما يشتمل عليه الحيوان، إذا كل ما يشتمل عليه الحيوان من كبد وكرش ومصارين وغير ذلك من سائر لحوم الحيوان، فهذه هي حقيقة اللغوية، أن اللحم يتناول كل ما يشتمل عليه الحيوان. نعم. قال فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث. نعم، لأن الشحم ليس بلحم في اللغة، والكبد. نعم. والمخ ليس بلحم في اللغة، لا يطلق اللحم على المخ ولا على الشحم، فلو حلف لا يأكل لحما فأكل شحما أو أكل مخا لم يحنث، لأنه لم يأكل لحما. نعم. وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه. إذا حلف لا يأكل إداما فإنه يحنث بأكل كل ما يؤتدم به، كل ما يؤدم به الطعام من اللحم ومن الدهن ومن الزيت ومن الخل ومن البيض ومن الزيتون وغير ذلك، لأن يمينه تتناول ذلك من جهة اللغة. نعم. وكل ما يصطبغ به، كل ما يصطبغ به أي كل ما يزين به الطعام ويسوغ أكل الطعام،
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، يعني يصبغون به يعني يأدمون به الأكل. نعم. ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث. إذا حلف لا يلبس شيئا فإنه يحنث بكل ملبوس، سواء كان ثوبا أو نعلا أو درعا أو عمامة أو غير ذلك، لأن هذه كلها تسمى ملابس من ناحية اللغة. نعم. وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، حنث بكلام كل إنسان. إذا حلف لا يكلم إنسانا فإنه يحنث بكلام كل إنسان، ذكرا كان أو أنثى، عربيا أو عجميا، لأن كلمة إنسان تشمل كل بني آدم. نعم. ولا يفعل شيئا فوكل فوكل من فعله حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. إذا حلف أن لا يفعل شيئا فوكل من يفعل ذلك الشيء فإنه يحنث، لأن فعل الوكيل نيابة عن الموكل، فهو يتناول، حلفه تتناول ما فعله بنفسه وما فعله بوكيله فيحنث، إلا إذا نوى في يمينه أنه لا يباشر ذلك الفعل بنفسه فإنه حينئذ لا يحنث بمباشرة وكيله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما. نعم. أما الاسم العرفي ما تعارفه الناس وتناسوا اللغة اللغوي فهو ما غلب مجازه على حقيقته، يعني ما غلب فيه استعمال الناس على الأصل اللغوي، كالراوية. الراوية في الأصل اسم للبعير الذي يروى عليه الماء، ثم صار يطلق على المزادة وهي القربة. والغائط في الأصل اسم للمكان المنخفض من الأرض، ثم صار يطلق على الخارج من الإنسان. نعم. فإذا حلف لا يشتري راوية مثلا ثم اشترى قربة فإنه يحنث. نعم. قال: والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف. بالعرف، لأن الراوية في عرف الناس أصبحت على القربة والمزادة، وتناسوا تسمية الدابة بالراوية. نعم. فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. نعم. إذا حلف على وطء زوجته، فالوطء في اللغة هو أن يطأها برجله، لكن في العرف هو الجماع. نعم. فإذا حلف لا يطأ زوجته حنث بجماعها، وإن لم يكن ذلك وطئا باللغة، وطئا في اللغة. وكذلك إذا حلف لا يطأ دارا فيتناول ذلك دخول الدار ولو لم يطأ فيها، ولو دخل محمولا، لو دخلها محمولا، لأن ليس قصده الوطئ بالرجل. والعرف عند الناس أن إذا حلف لا يطأ هذه الأرض وهذه الدار، فالعرف عند الناس أنه لا يدخلها، وليس معناه أنه لا يطأها برجله. نعم. صلى الله عليكم. قال: وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث. نعم. الناطف نوع من الحلوى، والخبيص هو ما خلط من اللبن ومن الدقيق. فإذا حلف لا يأكل شيئا، حلف لا يأكل لبنا مثلا أو لا يشرب لبنا. نعم. حلف لا يشرب لبنا أو حلف لا يأكل بيضا، ولكن هذا اللبن خلط بغيره حتى ذهبت حقيقته
وغلب غيره عليه ثم أكل ذلك الغير، أكل الخبيث، فإنه لا يحنث لأنه لم يأكل، لأنه لم يأكل السمن، لم يأكل السمن وإنما أكل الخبيث، والخبيث غير السمن. وكذلك لو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا وهو نوع من الحلوى أدخل فيه البيض حتى استهلك وصار لا يسمى بيضا وإنما يسمى ناطفا، ففي هذه الحالة لا يحنث لأنه لم يأكل ما حلف أو لم يشرب ما حلف عليه على تركه، بل أكل غيره ودخل ما حلف عليه فيه مستهلكا ليس له وجود. نعم. قال: لا يظهر فيه طعمه، وإن ظهر فيه طعم شيء من المحلوف عليه حنث. ما في شك إذا ظهر طعم السمن أو طعم البيض في المخلوط، نعم، فإنه يحنث لأن وجود الطعم دليل على وجود الحقيقة، حقيقة ما حلف عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. سبق لنا أنه إنما يحنث إذا فعل ما حلف على تركه أو حلف على فعله مختارا، أما إذا حلفه إذا فعله مكرها فإنه لا يحنث لأن فعل المكره لا ينسب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. قال: وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوج. فمثلا إذا حلف لا يدخل دارا فأكره على دخولها، نعم، بالضرب أو التهديد أو غيره فدخل تحت الإكراه، نعم، إنه لا يحنث لأنه ليس مؤاخذا بدخوله وليس عليه كفارة. نعم. وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط. إذا حلف على نفسه لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا أنه المحلوف عليه فإنه يحنث في الطلاق والعتق فقط. فإذا قال: إن دخلت هذه الدار فزوجته طالق أو عبده حر ثم دخلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا يعذر في هذه الحالة، لأن العتق حق للغير والطلاق حق للزوجة، فلا يسقط حق الغير بنسيانه أو جهله ذلك الشيء. وما عدا هاتين الحالتين الطلاق والعتاق فإنه لا يحنث بما فعله ناسيا أو جاهلا أنه المحلوف عليه. نعم. قال: ففعله ناسيا أو جاهلا حانث في الطلاق والعتاق فقط. لأنهما حقان لمخلوق، حق المخلوق لا يسقط بالجهل والنسيان ممن اعتدى عليهما. وكذلك إذا حلف على غيره، لا يدخل دارا مثلا، وهذا الغير ممن يمتنع بيمينه كولده مثلا، كولده وزوجته، ففعل ذلك الغير ما حلف عليه ألا يفعله حلفه ناسيا فإنه لا يحنث إلا في العتق والطلاق فقط، وفي غيره لا يحنث، يعني يحنث فيما تعلق به حق المخلوق، وما لم يتعلق به حق المخلوق فإنه لا يؤاخذ عليه. هذا إذا كان المحلوف عليه ممن يتأثر بيمين الحالف ويمتنع بها كزوجته وأولاده مثلا. أما إذا كان المحلوف عليه لا يمتنع بيمين الحالف لأنه ليس للحالف عليه سلطة كالأجنبي مثلا، فإنه يحنث بفعله مطلقا. إذا فعل الغير ذلك المحلوف عليه فإنه يحنث، سواء كان المحلوف عليه فعله
ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، وسواء كان عتقا أو طلاقا أو غير ذلك، لأنه ليس له سلطة على المحلوف عليه، فتكون يمينه كأنه علقها على وجود شيء، على وجود شيء أو ترك شيء. فإذا حصل الشرط حصل المشروط دون نظر إلى المؤثر، لأنه لا علاقة للحالف به ولا سلطة له عليه. نعم، هذا واضح، حسن الله إليك. لكن استثناء الطلاق والعتاق بالدليل أو بالقياس؟ حق لمخلوق، فلو مثلا إنسان أتلف مالا لشخص جاهلا أو ناسيا لا يسقط حق الغير، بل يضمن. المتلفات لا ينظر فيها إلى القصد ولا إلى عدم القصد ولا إلى الإكراه ولا إلى النسيان، لأنها مضمونة، حقوق الناس مضمونة. وإن اختلفت جهات الأثر، أما حق الله جل وعلا فإنه يسقط بالجهل والنسيان والإكراه. نعم، ولو كان اختلفت الجهة بين العتاق والطلاق، أن العتاق نفع والطلاق ضرر، أو لا ينظر لهذا؟ إذا صارت الزوجة من مصلحتها الطلاق فكيف نهدر الطلاق ونهدر مصلحتها؟ نعم، صلى الله عليكم. قال: وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. يعني إذا حلف على من لا يمتنع بيمينه ممن ليس له عليه سلطة ولا يد، فإنه لا ينظر إلى كون الفاعل المحلوف عليه متعمدا أو غير متعمد. نحب يا شيخ أن نتوجه كلمتين، الأولى لمن يحلف كثيرا على من لا يمتنع بيمينه، من مثل من يرهق الضيوف أو زملائه بالأيمان، فكلمة لهؤلاء بعدم الأكثار. والثانية: من حلف عليه أن يبر المقسم، الناس لا يلقي، وأحيانا يحلف الرجلان، هذا يحلف على الفعل وهذا يحلف على لا يفعل. هذا كثيرا ما يقع، أن بعض الناس يحلف على الغير لأجل إكرامه. نعم، والله إن تأكل، والله لتدخلن عندي، والله لا أذبحن لك شاة، أو مو يعني واجبك علي. نعم، فإذا حلف عليه على المذهب أنه يحنث إذا لم يأكل ولم يدخل داره ولم يجب دعوته أنه يحنث. وعلى ما اختاره شيخ الإسلام أنه لا يحنث، إذا كان قصده إكرام ذلك الغير فإنه لا يحنث إذا لم يجبه الغير إلى ما حلف عليه. يقول: لأن الإكرام حصل، الإكرام حصل فلا يحنث، ولكن على المذهب أنه يحنث. نعم، لكن وعلى ما تفضلتم أنه ينبغي للناس أن لا يتسارعوا إلى الحلف، يعرضوا على من يريدون إكرامه، يعرضون عليه، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب فإنه لا يلح عليه، ربما يكون له ظروف لا تسمح له بذلك، أو لا يريد هذا الشيء فلا يلزمهم بيمينه ويعني تأكيده، لأنهم قد يكونون محرجين. نعم. وعلى آخر أيضا: إذا سمع يمينا أن يبر المقسم. إذا لم يكن على المحلوف عليه ضرر من إبرار المقسم فإنه من حق أخيه عليه أن يبرر يمينه، ولا يحمله الكفارة، فمن حقه عليه أن يقبل إكرامه له ويقبل إجابته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. نعم، إذا حلف لا يأكل هذا الطعام، لا يأكل هذا الطعام، فإنه يحنث إذا أكل شيئا منه ما لم تكن له نية في أكله كله. نعم، وإن حلف، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه كالولد والزوجة بعض ما حلف على كله، لا حتى غير الولد والزوجة، حتى غير الزوجة. نعم، بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. إيه نعم، إذا حلف قال والله لا أكل هذا الطعام، فأكل منه لقمة أو لقمتين لم يحنث، لأن الظاهر أنه قصد أنه لا يأكل الطعام كله، ما لم تكن له نية أنه لا يأكل شيئا منه فإنه يحنث حينئذ. نعم، أحسن الله إليكم. وكذلك غيره، إذا حلف على غيره لا يأكل من هذا الطعام
فأكل منه شيئا يسيرا لم يحنث الحالف إلا إذا كان له نية أنه يحنث بتناوله شيئا منه ولو يسيرا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخنا الكريم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار علماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلنا عبد الله بن عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.